مساء الخير على كل المتابعين، ومساء الخير على اهل حدائق الاهرام. انا ليه بعمل الفيديو ده في الوقت ده؟ انا في شارع الثروه المعدنيه، طبعا في بجانب الشريط الاخضر اللي موجود، يعني اللي عرضه حوالي 8 متر. انا بس حبيت اعمل الاطلاله دي عشان ابين لكم ان ازاي الشريط الاخضر ده لو تم تطويره شويه في الليالي الصيفيه الجميله اللي احنا فيها دي، ممكن بيكون متنفس لاهل الحدائق ان هم يقعدوا فيه ويعملوا انشطه مختلفه، يعني بغرض الترويح. هو بالفعل في ناس بتقعد فيه بس طبعا بشكل عشوائي. يعني من ضمن الحاجات اللي انا بتمناها لحدائق الاهرام هي زيادة المسطحات الخضراء، وانا حتى لما عملت فيديو عن الضغط العالي وقلت ان هو يتعمل عنده كتير اماكن خضراء ومتنزهات خضراء، برضو من فايدتها ان يكون بغرض الترويح عن الناس بالليل في الليالي الحر اللي بدأت دي، وتكون بعيدة عن نمط القهاوي البلدي، يعني تكون بعيدة عن، تكون كافيهات كده كويسة وفيها كراسي وفيها قعدات كويسة. تخيل المسطحات الخضراء دي لو اتعملت بشكل كويس وتحولت يعني لموضوع او مشروع تجاري بس كويس، وتبقى يعني حاجة او منفذ ترويحي لكل سكان حدائق الاهرام، وكمان يعني على اعتبار ان المساحات الفاضية فيها كتير. شوفوا الجمال، شوفوا الفضاء. للعلم هو في ناس بتيجي بتقعد، بس طبعا يعني بشكل يعني لو بشكل حضاري شوية اعتقد يبقى افضل بكتير. شايفين الجمال يا جماعة، وشايفين الخضرة، شايفين المسطحات الخضراء الجميلة دي اللي حواليا. تخيل بقى في المسطحات الخضراء دي اللي انا ماشي بيها او فيها بالليل في حدائق الاهرام في شارع الثروة المعدنية، لو اتحولت لاماكن متنزهات جميلة بانوار باضاءة متحضرة وجميلة، ويبقى بمثابة يعني ترويح لسكان حدائق الاهرام. شوفوا الجمال، ويبقى ممنوع يمشي فيها مثلا العربيات. هو اوريدي ممنوع يمشي فيها المركبات والعربيات، بس بيبقى بشكل رسمي، وتبقى برضو مصدر كويس للبيزنس وان الناس تشتغل. شايفين المسطحات الخضراء الجميلة ماشية ازاي وعاملة ازاي. تخيلوا بقى انها زادت بنطاق اوسع، بانوار كويسة، بترابيزات كويسة، بكافيهات كويسة، بحاجات كده ستيشنز مطاعم وحاجات كويسة. يعني شوفوا العناصر الجميلة اللي في حدائق الأهرام اللي ممكن تحولها لمنتجع ممتاز، منتجع وأنا بقصد الكلمة منتجع ممتاز، بدل ما تبقى مرتع للكلاب الضالة وإن الناس تقعد فيها بشكل عشوائي، لا تقعد فيها بشكل كويس، وحتى لو شركات استثمارية تاخد حق انتفاعها. يعني شوفوا الجمال يا جماعة، شوفوا المسطحات الخضراء بالليل والجو، واعتمادا إن الهضبة أصلا عالية، شوفوا الفايدة اللي ممكن تكون من استغلال الامثل للمسطحات الخضراء اللي موجوده دي. شوفوا يا جماعه المسطحات الخضراء عامله ازاي، شوفوا انا ماشي في وسطها والجو جميل ازاي. تخيل بقى ان الحاجات الغير مستغله دي تستغل لكافيهات، لاماكن للعب اطفال، وهو اوريدي فيها اطفال بتلعب، يعني انا قدامي مش مجموعه من الاطفال بتلعب، بس يبقى بشكل حضاري، يبقى بشكل منسق، حتى يعمل فرص عمل للناس اللي عايزه تشتغل في حدائق الأهرام. تخيل كل ده يبقى مراكز ستيشنز خاصة بالمطاعم بالكافيهات، أماكن للأطفال للعب للتنزه. شايفين أنا ماشي في المسطحات الخضراء وهي جميلة إزاي. خليني برضو أقلب لكم الصورة، شوفوا يا جماعة المسطحات الخضراء جميلة إزاي. شوفوا يعني ربنا ناعم علينا بحاجات احنا ليه مش بنستغلها الاستغلال الامثل. شوفوا الاشجار، حتى لو في ورقة هنا ولا هنا، كل الكلام ده سلبيات. تخيل المسطح الاخضر ده يتحول لاماكن حضارية جميلة. شوفوا الجمال، يعني في الليالي الصيفية دي اسرة بدل ما تروح اماكن بعيدة وتصرف كتير بغرض الترويح لو عندها طفل او طفلين، ايه المشكلة لو الاماكن الخضراء دي على اتساعها اتحولت لأماكن استثمارية جميلة عشان يتعمل فيها الحاجات اللي أنا بروج ليها دي. شايفين الجمال يا جماعة، وشايفين عرض الشارع الـ40 متر، يعني أعتقد ده
على الاقل يبقى مكان متنفس كويس قوي للاطفال. شايفين يعني دي كراسي، طبعا انا ما اعرفش مين صاحبها، سبحان الله هي جت في طريقي كده بالصدفه. تخيل بقى المكان ده كله كده مجهز، جناين صغيره يعني ميني جاردن كده صغيره لاهل الحدائق، وحتى يتم تهذيب، يعني شوفوا الاشجار الجميله ازاي يتم تهذيبها بحدائق وزهور مختلفه والوان مختلفه والعاب للاطفال. شايفين الجمال يا جماعه؟ يعني صدقوني حدائق الاهرام والله فيها كل العناصر اللي يخليها، انا بعتقد مش مكان سكني، لا منتجع سياحي والله، بقربها من الهرم وبقربها من المتحف. شايفين يا جماعه؟ شوفوا يا جماعه منظر الاشجار الجميله، وشوفوا الاضاءه، يعني يمكن الاماكن اللي كنت بصور فيها كانت الاضاءه مش كويسه، شوفوا الاضاءه لما بقت كويسه، شوفوا المنظر. يمكن حتى هنا المساحه الخضراء قلت، تخيل بقى ورا على اتساع المساحه الخضراء والاشجار منسقه اكتر من كده مع الالوان الجميله. شوفوا الجمال يا جماعه، شوفوا شوفوا قد ايه احنا عندنا كنز مدفون. شوفوا، يعني انا حبيت انقل لكم الصوره، وخلينا ننهي الفيديو بالشجره الجميله دي. واتمنى لكم يوم سعيد وشكرا لكم.